تلك المبادرة التي تعد تجسيداً لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، وتأتي لإعلان بدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، والذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات. الغرض من كل المجهود ده أن يبقى فيه تنسيق كامل ما بين الوزارات المعنية في ملفات مشتركة. طبعا يعني يمكن المشاهد دايما بيشوف أن الدولة عملت بنية تحتية ضخمة جدا، سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو المدن الجديدة بشكل عام، أو التنمية في مجالات الطرق والكباري في بناء الإسكان، بناء الزراعة، في أيضا في مجالات الخاصة بالتنمية الصناعية بشكل عام. ولكن دايما كان السؤال أين الإنسان في هذا المجال، ومن هنا كانت فكرة التنمية البشرية بتكليف من سيادة الرئيس ورعاية كريمة لهذه المبادرة، اللي هي مجرد إطلاق لملف التنمية البشرية لتعريف المجتمع ما هو التنمية البشرية. النهاردة جايين نقول إن إحنا جميعا بمخططاتنا وببرامجنا المختلفة نقدر نقدم للمجتمع المصري شغل فيه تكاتف وفيه اتساق وفيه وصول إلى تغطية كبيرة جدا للمجتمع المصري بكل فئاته. بنتكلم على الأطفال، بنتكلم على المراهقين، بنتكلم على الشباب، بنتكلم على المرأة، بنتكلم على كبار السن، بنتكلم على فرص للتوظيف، بنتكلم على تمكين اقتصادي للمرأة، بنتكلم على فرص جديدة للشباب. النهاردة عندنا أمل جديد، بنقول إن إحنا مع بعض نقدر نغير، مع بعض نقدر نوصل لكل الفئات الموجودة في المجتمع المصري علشان فعلا نقول بداية جديدة لبناء الإنسان. وزارة الصحة والسكان معنية بصحة الإنسان المصري، وفي المبادرة دي بالذات إحنا بنتكلم على بداية، وهي بداية الإنسان. وبداية الإنسان بتبتدي بأول 6 سنين من عمره، اللي بيتكون فيها 90% من قدرات الإنسان النفسية والذهنية والصحية. النهاردة هيبتدي مصر تهتم بأطفالها اللي بيتولدوا على أرضها وكانوا ما بياخدوش فرصتهم الكاملة، زي ما كان معالي وزير الصحة بيقول من ماينس 1، اللي هي من قبل حتى ما الطفل يتكون في بطن أمه لغاية ما يكمل 6 سنين، وبعد كده يكمل مشواره بمنتهى العناية من الدولة لغاية ما يكبر ويعدي فترة الطفولة 18 سنة، وتفضل الدولة في ظهره لغاية ما يبقى قادر على أنه يكون أسرة تانية، ولغاية ما يكبر ويحتاج الدولة حتى في كبر ويلاقي الدولة موجودة معاه لما يبقى 65 سنة وأكبر من 65 سنة.